بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 37. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. نبدأ برسالة أم عبد الله تقول بأنه توفي لها ابن في حادث سير. تقول: أنا أبكي عليه دائما، وذلك منذ 5 سنوات، لم أستطع الصبر، فما حكم البكاء على الميت وما الواجب عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا: مبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فأنت إن شاء الله من الصابرين، اصبري احتسبي وقولي إنا لله الله وإنا إليه راجع، فإن هذا يهون عليك المصيبة ويجلب لك الأجر من الله سبحانه وتعالى. وأما البكاء على الميت فلا يؤاخذ عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما توفي ابنه إبراهيم، بكى عليه، فقال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما المراد بالتحلل الأول والتحلل الثاني، وما الفرق بينهما بالنسبة للحاج؟ فيه يوم العيد 3 أنساك: رمي الجمرة، حلق الرأس، طواف السعي. فإذا فعل 3 كلها يوم العيد أو بعد يوم العيد تحلل التحلل الكامل الذي تباح له فيه محظورات الإحرام حتى زوجته، وهذا هو التحلل الثاني. وإذا فعل 2 من هذه 3 فإنه يتحلل التحلل الأول الذي يبيح له كل شيء من محظورات الإحرام ما عدا زوجته، فلا يقربها حتى يفعل 3 فتباح له. هذا هو الفرق بينهما. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: الشخص الذي يحافظ على قول الشهادتين عند كل ليلة من نومه بحجة أنه إذا مات في النوم مات على الشهادة. لا أعلم لهذا دليلا، ولكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة آية الكرسي: من قرأها عند نومه لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وكذلك أن يقول: اللهم إني وضعت جنبي إليك، وأسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، رغبة ورهبة إليك، لا لجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. قال صلى الله عليه وسلم: فإنك لو مت فإنه ينال الأجر من الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: فضيلة الشيخ، قرأت حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحية التي تظهر في البيت، وأمرنا أن نستأذن منها في 3 أيام في الحديث، هل ورد شيء في ذلك؟ نعم، ورد حديث صحيح أنه نهى عن قتل الحيات في البيوت، لأنها الغالب أنها من الجن تشكلون بشكلها، فينذرها إلى 3 أيام، فإن لم تخرج فإنه يقتلها. نعم. هذا السائل أبو محمد يقول: ما مصادر تلقي العلم الشرعي في وقتنا الحاضر، وما أفضلها؟ مأجورين. مصادر تلقي العلم في الوقت الحاضر وقبل الوقت الحاضر من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم على أيدي العلماء المختصين، يعني تلقى ذلك عنهم، هذا هو وسائل أو أسباب طلب العلم. نعم. يسأل يا شيخ: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ما المراد بذلك في الآية، وكيف يأخذ بها المسلم؟
الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، المراد بها في الآية والله أعلم الفهم في كتاب الله وسنة رسوله، الفهم والفقه في كتاب الله وسنة رسوله، هذا هو الحكمة. نعم. يذكر بأن له بيت وسيع ولديه طابق خصص هذا الطابق للكتب والمكتبة وفيها أمهات الكتب، يقول أولا هل على هذه الكتب زكاة؟ كان ينويها للاستعمال والمطالعة ليس بها زكاة، أما إذا كان ينويها للبيع الزكاة في قيمتها إذا بلغت النصاب حال عليها الحول. نعم. يقول في فقرته الثانية: إذا كانت هذه الكتب الكثيرة في الدورة الثانية فضيلة الشيخ اتخذتها من باب الزينة، هل علي شيء في ذلك؟ لا تتخذها من باب الزينة، هي ليست للزينة، إنما هي للقراءة والاستفادة، بإمكانك أن تفتح لطلبة العلم والباحثين، تفتح لهم بابا إليها، تجعل لهم وقتا يحضرون فيه للاستفادة منها، يحصل لك الأجر بذلك وأنت تطالع فيها وتستفيد. نعم. يقول: نحن طلاب في الجامعة، بعضنا يجمع هذه المكافآت لمدة سنة، هل عليها زكاة يا شيخ؟ نعم، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها زكاة ربع العشر. نعم. يقول: إذا أراد المزكي أن يعطي شخص من المستحقين أكثر من القدر الواجب عليه في هذا العام على أن يحتسب الزائد من زكاة العام القادم، فهل هذا جائز؟ لا ليس بجائز إلا إذا نوى تعجيل الزكاة، إذا نوى تعجيل الزكاة لسبب من الأسباب يقتضي التعجيل فلا بأس بذلك. نعم. يقول: عندي هواية بجمع النقود العربية والأجنبية على سبيل الهواية ولم أقصد البيع والانتفاع بها، هل فيها زكاة يا شيخ؟ هذه ليست فيها زكاة لأنها ملغاة ولا تستعمل، فليست هي من النقدين والأثمان التي تجب فيها الزكاة، لكن إذا كنت تريد بيعها على أنها آثار تريد بيعها الزكاة في قيمتها إذا بلغت النصاب. نعم. آخر سؤال للأخ السائل أبو محمد، يقول: الرجل يقول بأنه يتعامل بأنواع من التجارة كتجارة الملابس والأواني وغيرها، كيف يقول أحسب الزكاة؟ تحسب الزكاة من قيمتها، إذا كنت بعت منها شيئا بعدما حال عليها الحول فإنك تزكي القيمة، وإن لم تكن بعت منها شيئا وهي معروضة للبيع فإنك تقومها بما تساوي عند تمام الحول ثم تخرج زكاتها. نعم. هذا السائل أبو عبد العزيز يقول: نقوم بتغسيل الجنائز في الجامع ولا نستطيع الصلاة عليها مع الجماعة في المسجد ونصلي عليها قبل الذهاب بها إلى المسجد. ستصلون الجماعة، صلوا صلاة الجماعة مع الناس، فإذا صلى الناس عليها بعد صلاة الجماعة صلوا معهم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، تسمية البنات بأسماء القرآن هل فيها بأس؟ لا يجوز تسمية الأشخاص بأسماء القرآن أو تسمية السور أو تسمية الآيات، أما أن يأتي بلفظة توافق بعض ألفاظ القرآن مثل أفنان مثل ريحان مثل غير ذلك فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ: أريد أن أقدم عقيقة لولدي، هل تتوفر فيها شروط الأضحية؟ هل لابد أن تتوفر فيها شروط الأضحية أو أنها تختص؟ لا تجزي إلا إذا توفرت فيها شروط الأضحية من حيث السن ومن حيث السلامة من العيوب ومن حيث السلامة من الهزال، ويشترط فيها شروط الأضحية تماما، ولا ما تجزي، إذا اختل شرط لا تجزي. يقول هذا السائل يا شيخ بأنه ذهب لجدة لعمل هناك، يقول: ودخلت الحرم ولم أعتمر، هل لابد من الاعتمار إذا ذهب الإنسان إلى مكة؟ إن كان يريد الأجر والثواب يعتمر، وإن كان ما يتمكن أو أضيع الوقت ضيق أو لا يريد العمر ما يلزمه ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول بأنه يحب قراءة الكتب وخصوصا الكتب الأدبية، فيسأل عن كتاب العقد الفريد يقرأ فيه كل ليلة وكتاب ألف ليلة وليلة. ألف ليلة وليلة ما فيه فائدة، لا يضيع وقته في قراءته، وأما العقد الفريد ففيه مفيد وفيه غث سمين، إذا كان عنده تمييز يأخذ من الطيب من الكلام والحكم ويعرف ما فيه من الغث والأخطاء
لا يقرأ فيه إلا إذا كان عنده تمييز، يميز بين هذا وهذا، يأخذ الفائدة ويترك غير الفائدة يقرأ. أما إذا كان ما يميز فلا يقرأ فيه. نعم. وهناك من كتب الأدب النزيهة الشيء الكثير والحمد لله. نعم. يقول أبلغنا شخص تحدث في المسجد بأنه لا بد في الزواج بين الشاب والشابة لا بد من التساوي في العمر حتى تستقيم الحياة، يقول لأن بعض الشباب يحجم عن الزواج من المرأة الصالحة إذا كانت أكبر منه سنا. لا بأس بتفاوت السن في الزواج، لا بأس بتفاوت السن في الزواج، وينظر في المصلحة المرأة الصالحة ولو كانت أكبر منه أو أصغر منه. كذلك إذا كان الزوج بسن الزوجة أو أكبر منها أو أصغر منها لا بأس بذلك، السن لا اعتبار له في الزواج وليس هو من شروط الكفاءة. نعم. هذا سائل يقول بأنه قال اللهم إني تبت إليك توبة نصوحا، يقول 5 مرات وأنا أعود إلى ذلك الذنب، فما هي التوبة النصوح؟ توبة النصوح هي التوبة الخالصة لله عز وجل، وهي ما توفرت فيها شروط التوبة، ليست باللسان فقط، لا بد لها من شروط: أولا أن يترك الذنب تركا نهائيا، ثانيا أن لا يرجع إليه، وإذا رجع فإنه يتوب مرة ثانية لكن يعزم أنه ما يعود، العزم أن لا يعود. ولكن لو غلبته الشهوة وغلبه الهوى والشيطان فإنه لا يأس من رحمة الله، يتوب مرة ثانية كل ما أذنب. والشرط الثالث الندم على ما فات من السيئات، كل ما ذكرها يتندم. نعم. السائلة أم سهى تقول كانت في عرفة العام الماضي في الحج، وفي الصباح في العاشرة صباحا تقول قصصت من شعري وأنا محرمة جهلا مني. الأحوط أنها تفدي، إما أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين كل مسكين 1.5 كيلو من الطعام، أو تذبح شاة. الصوم يجزي في كل مكان، وأما الذبح والإطعام فيكون في الحرم. نعم. أم أحمد تقول بأنها توفي لها بنت عمرها 13 سنة تقريبا، وذلك قبل بلوغها من ناحية العادة الشهرية، تقول هل يلزمني حج لها؟ لا يلزم، لأنها ما بلغت، تقول إن ما جتها العادة الشهرية ويدون 15 سنة هذه ما بلغت ولا وجب عليها حج. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول بالنسبة لبناء مسجد من مال حرام، إذا بنى الإنسان هل له في ذلك أجر؟ لا يجوز إدخال المال الحرام في المسجد، لا يجوز هذا، وليس له في ذلك أجر، هذا من باب التخلص وما يسمونه بغسل غسيل الأموال، لا يجوز هذا، الله جل وعلا طيب ولا يقبل إلا طيبا. نعم. يقول الشيخ في سؤاله الثاني ما الأثار المترتبة والسيئة على الرشوة؟ اللعنة، لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن الراشية والمرتشي والرائش وهو الساعي بينهما، واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذه عقوبة شديدة، وأيضا هي سحت، يأكلها سحتا وحراما ويتغذى بها وهي حرام، وأكل الحرام يمنع قبول الدعاء، وكل جسم نبت من السحت فالنار أولى به كما في الحديث. نعم. يقول السائل عين ألف ألف، ما حكم الشرع في نظركم في تتبع الرخص وفي الأحكام الشرعية؟ الرخص الشرعية التي رخص الله فيها لأصحاب الأعذار إذا فعلها لأنه محتاج إليها لا بأس بذلك، كقصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين للمريض والمسافر والإفطار في نهار رمضان للمسافر، هذه رخص شرعية والأخذ بها الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. أما تتبع الرخص بمعنى تتبع الخلاف الذي بين العلماء في الفقهيات هذا لا يجوز، العلماء يقولون من تتبع الرخص تزندق، إذا كان قصده يتحلل من الأحكام الشرعية بقول فلان وعلان وأفتى فلان بكذا لا يجوز له هذا. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول الشيخ بأنه رجل كبير في السن ولديه أعزكم الله كلب حراسة للمنزل، حيث إن البيت يقول في طرف القرية أي بعيد قليل عن باقي بيوت القرية، وهو يخاف من الحرامية ولذلك اتخذ ذلك الكلب الذي ينبهه إذا علم بهؤلاء اللصوص. الكلب لا يقتنى في البيوت، لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ الكلب إلا للصيد أو للزرع، حراسة الزرع، حراسة المزارع، كلب صيد أو كلب حراسة الماشية أو حراسة الزرع، وأما البيوت
فلا تجعل فيها الكلاب، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم. هذه تذكر بأنها في سنة من السنوات الماضية وبعد يوم عرفة جاءتها الدورة الشهرية، فرمى عنها أخوها بقية الجمرات فضيلة الشيخ، أما طواف الوداع تقول فقد طهرت وأدى الطواف الوداع. نعم، الحيض ليس عذرا في ترك رمي الجمار، ترمي وهي حائض لا بأس بذلك، لا تشترط لها طهارة إذا كانت تقوى على الرمي، أما إذا كانت لا تقوى على الرمي أو يشق عليها ذلك مشقة لا تتحملها فإنها توكل. نعم. هذا سائل يقول بأنه طلب منه شهادة زور على الإكراه، ماذا يفعل وما موقفه من ذلك؟ إذا كانت شهادة الزور عند القاضي وحكم بها القاضي فعليه أن يذهب إلى القاضي ويخبره، لأجل أن القاضي يتراجع عن هذا الحكم ويتوب إلى الله عز وجل. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية. انتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، وسجل هذه الحلقة زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.